حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجما وذرا وجبال ولولا أثر النور لقلنا كنت خيال سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم قصة الفاروق. قصة عجيبة حصلت في زمن الفاروق عمر، تدل على أن هذا الرجل يمتلك قلبا فيه من الرقة، فيه من الحنان، فيه من الرحمة، ربما لا تجد عند الكثيرين من الأمراء والزعماء في الأزمنة كلها. عمر في زمنه جاءت أسرة وسكنت المدينة من كنانة، أمية الكناني، وهو سيد من سادات قومه، له ابن بار به وبزوجته الكبيران بالسن يسمى كلاب، ما عندهما إلا هذا الولد، فاستقر في المدينة. وكان كلاب شابا عابدا صالحا، وجد طلحة والزبير يوما فسألهما عن أحب الأعمال إلى الله بعد الإيمان، فقال له الجهاد في سبيل الله. فذهب إلى عمر يريد أن يكتب في الجهاد، فوافق عمر لما رأى قدرته أن يذهب إلى الجهاد في سبيل الله، وكانوا على مشارف حدود فارس. فاستأذن من أبيه فأبى، لمن تتركنا يا كلاب؟ ما عندنا غيرك يا كلاب. فألح على أبيه مرة ومرتين وثلاث وأربع حتى قبل كلاب، أبو كلاب أمية، على مرض أن يتركه ابنه البار بهما الذي لا يملكان غيره في هذه الحياة، من يطعمهما، من يصنع طعامهما، من يرعاهما إلا هذا الابن. فذهب الابن للجهاد في سبيل الله، وظل أبو كلاب وأمه يبكيان ولدهما كل يوم، حتى عمي بصره الأب من طول البكاء، أبيضت عيناه من الحزن من شدة بكائه، عمي ما استطاع حتى أن يرى. بلغ الخبر لمن؟ لعمر ابن الخطاب. ما الذي بلغ عمر؟ وماذا صنع الفاروق مع ولد ووالديه في ذلك الزمان؟ سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. بلغ عمر أن أبا كلاب كان، أبو كلاب كان يتكلم بشعر يتذكر ابنه، كان أحيانا يجلس تحت ظل شجرة يسمع الحمامة مع فريخاتها، يسمع صوتها فيتذكر ابنه ويجلس وهو يبكي، وكان يقول لمن شيخان قد نشدا كلابا، كتاب الله لو قبل الكتاب، أناديه فيعرض في إباء، فلا وأبي كلاب ما أصابا، تركت أباك مرعشة يداه، وأمك لا تسيغ لها شرابا. يسمع صوت الحمام ويتذكر ولده ويبكي. إذا هتفت حمامة بطن وج على بيضاتها ذكرا كلابا، تركت أباك مرعشة يداه، وأمك كلابا، تنفض مهده شفقا عليه، وتجنبه أباعرها الصعابا، فإنك وابتغاء الأجر بعدي كباغ الماء يتبع السراب، فإنك وابتغاء الأجر بعدي
كباغي الماء يتبع السراب. حتى قيل له اذهب لأمير المؤمنين وأخبره، فإذا به يتكلم بشعر حتى على عمر، قال سأستعدي على الفاروق ربا له. دفع الحجيج إلى بزاقي وأدعو الله مجتهدا عليه ببطن الأخشبين إلى دقاقي. إذا لم يردد علي كلابا أخذ، يقول شعر يعني إذا ما أرجع لي كلاب سأستعدي عليه الله جل وعلا وأدعو الله عز وجل على عمر. طيب وما شأن عمر؟ عمر أنت أذنت له، عمر أرسله مع المجاهدين، لكن كان الناس من شدة يعني إيمانهم بأن عمر لازم يعرف عن كل شيء، حتى البغلة اللي تعثر يسأل عنها، هكذا كان كل شيء حتى حاجاتهم في البيت يسألونها عمر. أنت المسؤول يا عمر، تتولى إمرة المؤمنين، تتكفل بكل شيء. نعم، عمر جاءه الخبر، سأل ابن كلاب، ابن أمية اسمه كلاب، مكتتب في سرية كذا وكذا، فأرسل عمر رسولا أن ارجع بكلاب، اذهب إلى الجيش وأتني بابنهما. فذهب الرسول وبعد أيام رجع، قال أول ما تأتي بكلاب أدخله عليه، لا يأتي إلى أحد غيري. أول ما رجع كلاب أدخل على من؟ على أمير المؤمنين عمر. فقال له الآن الولد خايف، الشاب يعني ليش أمير المؤمنين مرجعني من الغزو، أنا شو مسوي؟ دخل على أمير المؤمنين فسأله عمر، قال له يا كلاب كيف أنت ووالديك؟ قال لا آلو، يعني ما أعجز عن برهما. قال ما تصنع لهما؟ قول لي شو تسوي لهم. فأخذ يخبر عمر ماذا يفعل لهما كل يوم، كيف يستيقظ في صباحه، كيف يوقظهما، كيف يغسل ضرع الشاة قبل أن يحلبه، ثم يحلب، ثم يملأ الإناء، فيأتي إلى والديه فلا يشرب قبلهما أحد، فيسقي أمه وأباه، ويجلس في رعايتهما طوال اليوم والليلة، ويسليهما ويجلس عندهما. هذا فعلك يا كلاب؟ قال نعم. قال طيب، إذا رأيت أباك لا تتكلم، وإذا أمرتك فاذهب واحلب الشاة كما تفعل كل يوم واسقي والدك. قال بأس. فنادى عمر أباه في مجلسه، والد كلاب الأعمى شايب جالس مع الناس والناس جالسين وابنه بعيد، حين ما يدري شايب أن ولده رجع. سأل عمر أبا كلاب، يا أبا كلاب. قال نعم يا أمير المؤمنين. قال ما تشتهي من دنياك؟ قال لا شيء، شبي من الدنيا أنا خلاص. قال بل تشتهي؟ قال لا شيء يا أمير. قال نعم يا أمير المؤمنين، اشتهي أمرا واحدا. قال وما هو؟ قال ابني كلاب، اشتهي قبل أن أموت أن أشمه شمه، وأضمه ضمه، وأقبله ثم أموت. أبي قبل ما أموت أني أشم ولدي أحضنه وقبله. قال عمر فأشار إلى ابنه كلاب، أشار إليه أن احلب، فذهب وغسل الضرع حلب اللبن وجاء ما تكلم. فقال عمر لوالد كلاب، اشرب يا أمية، يا أبا كلاب اشرب. فأخذ اللبن وأخذ يشرب فتوقف. قال ما لك يا أبا كلاب؟ قال يا أمير المؤمنين، لولا أن تظنوا بي الجنون لقلت إني أشم رائحة ابني. الله أكبر، شم رائحة ابنه في اللبن، شوف يعرف أن هذا اللبن مو أي واحد اللي حلبه، هذا الفعل ما يفعله إلا كلاب. قال هذا ابنك كلاب هو الذي يسقيك يا أبا كلاب، أين ابني؟ فانكب الابن على أبيه وأخذ يقبل أباه يديه ويقبل رأسه، والأب يبكي وهو يقبل ابنه. بكى عمر وبكى كل من في المجلس. ثم جاء عمر بكلاب وقال له اجلس مع أبيك وأمك وبرهما حتى يقبض الله أرواحهما، بعدها اصنع بنفسك ما شئت. هذا
هكذا كان عمر يرعى الآباء والأبناء والأسر، بل كم رد من شاب في المعركة لأجل أمه ولأجل أبيه. فرضي الله عن عمر وجمعنا الله بالفاروق في جنات النعيم. نلقاكم بإذن الله في حلقة مقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملأت الأرض بعدلك وفتحت الأمصار، وقلت بحق الناس لقد ولدوا أحرار.